اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من تعلم اللغه الالمانيه. اليوم رح نحكي عن تياب او كلايدونغ. خلينا نبلش مع بعض. مثل ما قلنا مشاهدينا، اليوم رح نحكي عن كلايدونغ او تياب. طبعا هو جزء متصل باينكوفن، عمليه الشراء. مثل ما حكينا رح يكون كثير اجزاء عن الموضوع لانه كثير مهم. اليوم بدنا نحكي بالتحديد عن التياب، ولازم الواحد يعرف اسماء التياب وبنطلون كنزي قميص وغيرهم. خلينا نبلش مع بعض. اول شيء خلينا نبلش مع الشغلات البنتي او النسائيه، مثل ما بيقولوا ladies first. خلينا نشوف هالصوره مع بعض. دي بلوزه هي كنزي نسائي، دي شترومبفه هي جرابات النسائي كمان، دي روك تنوره، وداس كلايد فستان. إذا مثل ما قلنا دي بلوزة كنزي نسائي، دي شترومبفة. هلا بلوزة نحن بالعربي نقول بلوزي، بنقول عن النساء والرجال، بس هي بالألماني بلوزة قصدهم فيها بس النسائية. دي بلوزة كنزي نسائي، دي شترومبفة جرابات نسائي، دي روك تنورة، وداس كلايد فستان. إذا دي بلوزة، دي شترومبفة، دي روك داس كلايد. إذا هدول مثل ما قلنا شغلتنا نسائية أو بالبنات. أما الصورة الثانية خلينا نشوفها مع بعض. دي ياكا هي جاكيت، بس مو جاكيت طويلة، لأنه جاكيت طويلة هي دير مانتل. إذا عندنا دي ياكا ودير مانتل، فرق بيناتهم. دي ياكا هي جاكيت القصيرة، ودي دير مانتل هي جاكيت طويلة. دي فيست هي مثل الجاكي فيك تقوله، بس بلا كمام، اسمها دي فيست. ودي هانشو هي الكفوف، دي هانشو هي. خلينا نشوف مع بعض. دي ياكي، دير مانتل، دي فيست، دي هانشو هي. نقراهم اخر مرة. دي ياكي، دير مانتل، دي فيست، دي هانشو هي. طبعا هدول مشاهدينا هن على بالشتوية. خلينا نشوف كمان مجموعة من التياب كمان. دير بولوفر، مثل ما عم نشوف بالصورة هي كنزي الشتوية، هي سميكي كنزي بولوفر اسمها. دي موتسة هي الطاقيه الشتوي اسمها موتسة. كمان شغلات بالشتوية العلاقة هي الشمسية، دير ريجن شيرم. اما الشال نفسه بالالماني دير شال، نفس اللفظ. إذن هلا نشوف شغلات علاقة بالشتوية، هي دير بولوفر كنزي الشتوية، سميكي، دي موتسة هي الطاقية الشتوية، دير ريجن شيرم هي الشمسية، دير شال هو الشال نفسه بالعربي. إذا هدول كتير مهمين خاصة بالشتوية. خلينا نشوف كمان شغلات إنه علاقة بالشتوية خاصة بس تشتى. خلينا نشوف هالصورة. هلا بس الشتي في عنا الجواك الشتي اللي هن بيكونوا نايلو او شغلات ضد الشتي، بيلبسوا فوق الجاكيه العادية بس الشتي. هلا في عنا نوعين، في عنا دير ريجن مانتل، وفي عنا دي ريجن ياكي. دير ريجن مانتل مثل ما نشوف بالصورة، ودي ريجن ياكي مثل ما قلنا الفرق قبل بين مانتل وياكي نفس الشيء هون عم يصير. إذا دير ريجن مانتل ودي ريجن ياكي. طبعا بتعرفوا كلمة ريجن لحالها هي الشتي، الشتي القوي بيقولوا عنه ريجن. ومثل ما قلنا بدروس سابقة انه على طول الأداة تاخذ تعريفه أو التنكير أو المؤنث حسب الكلمة التانية. إذا في عنا كلمات مركبة مثل ريجن مانتل وريجن ياكي، مشان هيك دير ريجن مانتل هي مذكر، أما دي راجن ياكي هي مؤنث، لازم تنتبهوا على الشغلة. أما الصورة اللي بعدها فهي فيها شغلات شوي صيفية. خلينا نشوفهم. داس أونتر هيمد هو القميص الداخلي، داس هيمد هو القميص، دير هوت هي الطاقية، مثل ما هي بتختلف مثل ما قلنا قبل، موتسة هي طاقية شتوية ما هي طاقية عادية، وداس تي شيرت القميص الصيف العادي، نفس بالانجليزي تقول تي شيرت، نفس بالالماني داس تي شيرت. نقراهم من جديد. داس اونتر هيمد القميص الداخلي، دير هوت طاقية، داس هيمد قميص، وداس تي شيرت الكنزي الصيفية
إذن داس أونتر هيمد دير هوت داس هيمد داس تي شيرت. أما الصورة البعدها هي رح تحكي عن البناطين، خلينا نشوفها. هلا البنطو بس يكون جينز بنقول دي جينز، أما البنطون العادي هو اسمه دي هوزة، يعني إذا بنطلون قماش أو كتان أو أنواع تانية بنقول هوزة دي هوزة، أما إذا كان جينز مثل العربي بنقول جينز نفس الشيء دي جينز. الشورت هو دي كورتس هوزة، إنه بنطلون قصير ترجمتها دي كورتس هوزة. إذا مثل ما حكينا الجينز هو جينز نفسه دي جينز، البنطلون هي دي هوزة، الشورت دي كورتس هوزة. إذا هدول كتير مهمين. هلا خلينا نشوف الشغلات الرسمية بكون الواحد يلبسها. مثل ما عم نشوف بالصورة دير أنتسوك هو الطقم، طقم الرجالة الرسمي دير أنتسوك. الكرافات كرافات نفسها بالعربي بالألماني دي كرافات. الأقشاط دير جورتل، والزر دير كنوبف. إذن طقم الرسمي الرجالي اسمه دير أنتسوك، كرافات اسمها دي كرافات نفسها، دير جورتل شاط، دير كنوبف زر. ما تخلطوا بين كنوبف وكوبف، كوبف هو الراس، رأس يعني رأس الإنسان أو الراس حسب الشيء اللي نحكي عنه اسمه كوبف، كنوبف هو الزر. نقراها هون آخر مرة، دير أنتسوك طقم، دير جورتل شاط، دي كرافات كرافات ودير كنوبف هي زر. أما الصورة الأخيرة خلينا نشوفها، دي زوكن هي الجرابات الرجالية، دي بيجاما هي بيجاما أو تياب النوم، دي شو هي الصباط، الصباط طبعا هون بالجمع دي شو هي. إذا خلينا نرجع نعيد من أول صورة نقراهم كلهم مع بعض نركز عليهم، طبعا لازم تحفظوهم هذا الشيء أكيد مشان الواحد ما يخربط فيهم وخلص مرة واحدة يحفظهم ويستخدمهم طول حياته. مثل ما شفنا أول صورة شغلات نسائية، دي بلوزة كنزة نسائية، دي شترومبفة جرابات نسائية، دي روك تنورة، داس كلايد فستان. دي بلوزة دي شترومبفة دي روك داس كلايد. الصورة البعدة دي ياكي جاكي قصيرة، دير مانتل جاكي طويلة، دي فيست جاكي البلكمام، دي هاند شوهي الكفوف، دي ياكي دير مانتل دي فيست دي هاند شوهي. بعدها دير بولوفر كنز الشتوي سميكي، دي موتسة طاقيه شتوي، دير راجن شيرم شمسي، دير شال شال. دير بولوفر دي موتسة، دير راجن شيرم، دير شال. ركزوا كثير على اللفظ. البعدة دير راجن مانتل ودي راجن ياكي، دير راجن مانتل ودي راجن ياكي، مثل ما قلنا هدول المعطف الشتي زي ما بترجمها الفصحى، دول باللبس فوق الجاكيه العادية بس تكون عم تشتي. بعدها داس اونتر هيمد القميص الداخلي، هون نفسه النساء والرجال نفسه اونتر هيمد اسمه، داس هيمد القميص، اذا اونتر هيمد وهيمد هيمد القميص، دير هوت طاقية، وداس تي شيرت كنزي الصيفي. نقرا هون داس اونتر هيمد داس هيمد دير هوت داس تي شيرت. البعدة جينز نفسها دي جينز، مثل ما قلنا البنطلون بيكون جينز نقول عنه جينز، أما البنطلون العادي قماشته عادية كتان أي شيء تاني اسمه دي هوزة، والشورت دي كورتسي هوزة، كورتسي هو قصير وهوزة بنطلون يعني بنطلون قصير الشورت. إذا دي جينز دي هوزة دي كورتسي هوزة. البعدة شغلات رسمية، دير أنتسوك طقم، دي جورتل شاط، دي كرافات كرافات كرافات، دير كنوبف زر.
إذا هدول الشغلات الرسمية دير أنسوك دي جورتل دي كرافات دي كنوبف لازم الواحد يركز عليهم. دي زوكن هي الجرابات، دي بيجاما بيجاما، دي شوه الصباط. إذا هدول مشاهدينا هن تياب، إذا نزيد شي قطعة أنا أو شي شغلة بتمنى منكم تكتبولي تحت بالتعليق الشغلات نسيتها. بتمنى منكم تحفظون كتير منيح لأنه مهمين رح تستخدمون طول حياتكم بس تشتروا، فلازم نركز عليهم. بتمنى منكم طبعا تضغطوا على زر الإعجاب تحت وتشاركوا هالفيديو على الفيسبوك وتشتركوا قناتي على اليوتيوب اللي هي توب فاكت 777 ليوصلكم الفيديوهات أول بأول. موفقين بدرسكم وبشوفكم بالفيديو القادم. تشوس.